يلقاه لهوة يتقدمه، ما يزموش يتتركز صغير، يتتركز صغير صاي ينقاد في حاجات أخرين يتسمى بالنسبة له هو جحيم. العناية، المرافقة والمساندة، هذا ما يحتاجه أطفال توحد ممن دخلوا الحياة المدرسية حتى يتمتعوا بحقهم في التعلم، حق تتجدد معه الصعوبات مع كل عودة مدرسية. وجوده ضروري للمرافق مع طفل توحد باش ينجم يعاونوا على الاندماج مع اصحابه ولا على فهم الدرس ولا على تكوين العلاقات الاجتماعيه. عاونتنا الجمعيه عامين وهو بالمرافقه، للدوله تعطيها عامين 200 دينار واحنا نكملوا 300، و300 يعلم بينا كان ربي منين نجيبوهم. بعد العامين ينحيوا المنحه لكل مرافقه هذيك. المرافقه المدرسي هي ضروره ملحه في عمليه الادماج الحقيقي وفق مقاربات علميه، علاش؟ لانه المرافق المدرسي هو اللي باش يظلل الصعوبات والتعلمات الموجوده التلميذ مع في علاقته بالتعلمات. جمعية فرح لإدماج أطفال التوحد وذوي الإعاقة خطت منذ فترة خطوات مهمة في التوعية بأهمية دمج أطفال التوحد في الحياة المدرسية، خطوات تتعثر نتيجة الإشكاليات التي تشهدها الجمعية في توفير المرافق المدرسي لكل طفل. وزارة الشؤون الاجتماعية طالبناهم بإدراج جمعية فرح ضمن الاتفاقية القطاعية باش تزيدونا ويقع مرافقة أطفال التوحد في المدارس ورياض الأطفال. وأما بالنسبة لوزارة التكوين المهني والتشغيل، نحن طالبوها باش تمدنا في العقود عمل تطوعي إلى 5 سنوات. وزارة الشؤون الاجتماعية وفي ردها على هذا الإشكال أكدت أن الاتفاقية الإطارية المشتركة تعنى فقط بالأعوان والإطارات العاملين بمراكز التربية المختصة ولا تشمل الجمعيات. راهي موجهة للخدمات التي تقدم داخل مؤسسات التربية المختصة اللي تقدم خدمات تربية، تأهيل وتكوين وإعداد للحياة الاجتماعية. احنا سنويا كما كنت نذكر رانا نسندوا اعتمادات لتمويل مختلف الانشطه، والجمعيات مرحبا بها اذا كان عندها انشطه. من جانبها اكدت الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل ان عمل المرافق المدرسي يندرج ضمن برنامج عقد الخدمه المدنيه، والذي يخضع لجمله من الضوابط والشروط التي لا يمكن للوكاله تجاوزها. وكالة مرتبطين بنصوص قانونيه واوامر تشريعيه اللي هي تنص على انه الامتياز هذا ما ينجمش يفوت سنتين فقط، غير أنه يمكن أنه معناها الجمعيات اللي هي ناشطة اللي هي تحب تدبش الوليدات والمؤطين هذوما إما تمكنها الوكالة من التكفل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. إعادة التفكير في منظومة تربوية تفتح فصولها ضمن مقاربة شاملة تراعي خصوصية أطفال التوحد وتذلل الصعوبات أمام عائلاتهم، قد تكون خطوة أولى في كسر قيود العزلة بين هذه الفئة ومجتمعها، وترسم خطوات أخرى نحو تفعيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتجعل من اختلافهم قدرة ومن صمتهم إبداع.